سامحني قبل ما احكي عن موضوع ندوة اليوم تعمله الدكتور ماهر في عددين من اعداد الحوار مني تشوفوهن ان شاء الله. انا موجود يعني عدد من الاعداد القديمة موجودة هناك، لكن هالعدد تحديدا هذا بيعني لي كثير، لانه هذا العدد هو العدد الاول من مجلة الحوار بتاريخ نيسان ابريل 1989. وانا اكيد انه معظم الحاضرين هون ما عايشوا تجربة الحوار بفترة المجلة، عايشوا تجربة الحوار بفترة مركز الحوار اللي هي الآن صارت 22 سنة. لكن من 89 لآخر 94 كانت فقط في منطقة واشنطن فقط مجلة الحوار باللغتين العربي والإنجليزي، ولم يكن هناك أي مطبوعة أخرى، لم يكن هناك فضائيات، لم يكن هناك أيضا أنترنت لو واحد يقدر يشوف فيها الأخبار، لم يكن هذه الفترة ما أعرف منكم من يذكرها يعني. فقط كانت الاي دي سي تصدر كل 3 اشهر 4 صفحات نيوز لتر عباره عن اخبار ونشاطات للاي دي سي، والاي اي ايضا كجمعيه كان عندهم 4 صفحات كل 3 اشهر. هذه الفتره هي اللي خرجت فيها مجله الحوار بنيسان ابريل 89، يلي بحس بالنفس انه مواضيع من 28 سنه ما زالت موجوده. يعني العدد الثاني من مجله الحوار كان وهذا العدد الثاني اللي هو ايار مايو 89، كان عنوانه ملف مخاطر الانقسام الطائفي والمذهب، اين تقف حدود الطائفيه واين تبدا حدود الوطن، واجب الاجتهاد في الاسلام وخطا الافتراق المذهب، التدمير ليس الطريق الى التحرير او التغيير، هل يصح رفض الانتماء للعروبه الى اخره، الدور الامريكي العربي في المجتمع الامريكي. طبعا مواضيع باللغه الانجليزيه مختلفه عن المترجمه. هالتجربة هاي من 89 أنا بعتبرها هي مثل عبارة يعني بتجربة الحوار عن بناء، لكن الأساس تبعه هو هذا الأساس، هالخمس سنين الست سنين الأولى اللي سبقوا تجربة مركز الحوار. وبتأمل إن شاء الله يعني إنه يكون عندكم مجال ويكون في بالمستقبل إمكانية إنه توضع هالأعداد القديمة على الكمبيوتر على الويب سايت تبع الحوار، ويكون في مجال إنه تشوفوها، لأنه مهم من حيث التوثيق، مهم من حيث الموضوعات، ولأن هي باعتبارها الأساس لتجربة الحوار اللي نحن فيها الآن كمركز الحوار من 22 سنة. طبعاً بكل سنة في أعداد عشرات الندوات تحدث، لكن المواضيع فيها تختلف، واليوم موضوع هو له علاقة في ندوات سابقة قلناها في مركز الحوار عن دور المرأة العربية بشكل عام، لكن هي أول مرة في مركز الحوار يكون الحديث تحديداً عن المرأة اللبنانية ودورها في الحياة السياسية اللبنانية. وهالموضوع هو اختارته بالحقيقة الأستاذ عيتاني ليكون موضوع فيلم وثائقي أعدته، وهي عندها ماجستير في يعني بالبرودكشن والأفلام، وكانت يعني الفترة الأولى في لبنان ثم انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الفيلم الوثائقي القصير منه طويل هو على فكرة، عرضته في عدة أمكنة بأوروبا وبداخل الولايات المتحدة وإضافة إلى لبنان، وفور ما أرسل يعني الخبر عن أيضاً ندوة اليوم في مركز الحوار جاءتها حتى دعوة الآن من جنيف من سويسرا، من أيضاً من مركز يهتم بقضايا حقوق الإنسان ويرأسه اللي كان سفير سابق في واشنطن إذا تذكرون للجزائر أستاذ إدريس الجزائري، وإن شاء الله يعني أيضاً يعرض الفيلم هناك. فهذا الفيلم يعني قيمته أنه يتحدث عن جانبين بالحقيقة، أنا ما بعتبره موضوع واحد، عن المرأة تحديداً يعني ودورها في لبنان، وأيضاً بشكل غير مباشر عن الحياة السياسية اللبنانية. ولبنان كما تعرفوا جميعاً يعني كان يؤخذ بالمنطقة العربية كنموذج للحالة السياسية الديمقراطية في فترات كثيرة إلى أن حصلت الأحداث والحرب فيه، واللي صادف أيضاً 13 نيسان أبريل الماضي هو ذكرى مناسبة الحرب الأهلية اللبنانية اللي من بعدها أصبح لبنان نموذج سيء، مش نموذج جيد للعرب، نموذج باللبناني تعيش الآن سوريا وعاش العراق وتعيش ليبيا. فللأسف في داخل تاريخنا اللبناني عم تحدث الآن كشخص من مواليد بيروت ما فيه نموذج إيجابي للعالم كله، وليس فقط يمكن للمنطقة العربية، ولكن أيضا في جوانب سلبية عديدة الآن تعمم على كثير من بلدان المنطقة. الأستاذ عيتاني هتعمل تقديم سريع عن الفيلم، وأمل إن شاء الله يكون في إمكانية لعرضه، إن كان لم يكن على الشاشة فهنعرضه على الكمبيوتر، يعني نقدر على الأقل تسمع الصوت وينشاف إلى حد ما الصورة منه. تفضل يا أستاذ عيتاني. شكرا أستاذ، تحب حيل أنك استقبلتنا اليوم هون هالمساء.
بدي اخذ فكره بس كل الموجودين جايين على الحوار من قبل؟ في حدا من مشبه بيجي لهون اول مره؟ طيب بس على السريع رح احكي عن الفيلم الوثائقي. هو بس 16 دقيقه مش طويل، بس بلشت الفكره من حوالي 10 سنين لما كان في انتخابات 2005. في 2005 كانوا عم يظهروا السورية، كان الانتخابات بلبنان سنة 2005 راح تكون انتخابات مختلفة عن السنوات الماضية، فكان فترة مهمة في تغيير البلد، وكان متوقع انه يكون نوع ظهور وجوه سياسية جديدة وأسماء جديدة، فكان في نوع روح هيك حماس بالبلد. فهذا اللي دعاني إنه قرر إنه انتقل وبلش صور. وأنا وهنيك عرفت بحملة إعلامية بتقوم فيها إحدى الجمعيات اللي بتشتغل على الانتخابات، على مراقبة الانتخابات، فتبعتهم. وهي هي اسم جمعية لالي، يمكن شفتوا الأشخاص هني مراقبين لابسين أزرق. كعملوا حملة قبيل الانتخابات حتى قبل ما يعرفوا انه رح تكون موجودة، بالراديو بالتلفزيون بالأوتوبيسات بأوراق بوسترز بامفلتس وإلى آخره، وكانوا عم يشجعوا النساء ان تنتخب وتترشح. كان شيء جديد مش سمع انه في بالبلد انه صاير من هالنوع، انه تشجيع للنساء اللي ترشحوا وينتخبوا. فهذا الموضوع لفت لي نظري وبلشت اصور وتابع. ومن وراء هالطريقة يعني متابعة الموضوع كبر القصة لصارت اللي شفتوه. طيب كمل هالسؤال اسمعي، ليش لقيتي انه هالشيء بلبنان ظاهرة عجيبة، مع انه يعني موجودة المرأة اللبنانية بشكل فعال مش بالحياة السياسية بس بالمجتمع ككل، بينما يمكن في دول تانية عندها مشكلة حتى المرأة تسوق، يعني مثل السعودية أو يعني أنا بذكر كان عندنا بمركز الحوار بالتسعينات وفد برلماني كويتي، ست أعضاء من مجلس النواب بالكويت، أحد الحاضرين كان وقت الحكومة الكويتية تريد مشاركة المرأة في الانتخابات، يعني طالع قرار من الحكومة الكويتية أن تشارك المرأة في الانتخابات، فأحد الحاضرين اللي هو من مجلس النواب بيقول إنه هذا يخالف التقاليد والعادات والآخرين، واستشهد بهالجملة إنه في قول مشهور وراء كل رجل عظيم امرأة، فلازم تبقى المرأة وراء الرجل على طول. شوف الحكمة عندي. شكرا. فالسيدة تفسير لا طبعا، يعني هو منطلق من البيئة الثقافية ما لازم المرأة تشارك، يعني منطلق من مبدأ ما لازم تشارك بالمطلق بالحياة السياسية. فشو اللي خليك تحديدا عم اقول يعني تلاقي انه هذا مشكلة بلبنان، يعني لانه هي حتى مشكلة بامريكا، انت بتعرفي مثلا اعضاء مجلس الشيوخ يمكن 90 من اصل 100 رجال، ما هيك 10 يمكن حوالي، ما بعرف الشيوخ بس بعرف النواب هون لما بلشت الفيلم كان 12%، هلا قريب 20% 19% بمجلس النواب بالكونغرس بامريكا. فهي ظاهره عالميه، يعني انه عدم مشاركه المراه بالحياه السياسيه. نعم. انا كان بحب بهمني، يعني ليش عملتي سؤالي الفيلم عن المراه في الحياه السياسيه بشكل عام؟ انا بهمني موضوع المراه بشكل عام، فكنت عارفه انه بدي اعمل شيء عن المراه والشباب، يعني اللي اصغر بالعمر، اللي الجيل الجديد اللي طالع. ولما سمعت عن هاي الحملة كانت أول مرة بسمع بحملة إعلامية لتشجيع النساء، فكانت الفكرة إنه لقيت هذا موضوع عجبني، إنه كانت توقيت الانتخابات والتغيير بالجو وقلة النساء بالبرلمان، ولأنه مثل ما تفضلت إنه عادة دائما بنشوف النساء بلبنان موجودات بالعمل بالحقوق بالطب بالهندسة إلى آخره مثل ما شفتوا، ولكن ما بنشوفها بالسياسة كتير قليل. كانوا بهديك الوقت كان في يمكن
نسيت انا هلا الارقام. في فتره كان عندنا 4 نائبات، في فتره كان في نائبتين، وفي فتره كان 3 نواب نساء وبس، وكلهم بين وكلهم اقارب لنساء لعائلات يعني يلبسنا يعني الاسود بهي الحريري او لانهم ستريدا اسمها نساء عادة تلبس الأكثر بشكل أكثر الأسود، لأنه أخذت كرسي شخص توفى بعائلتها، إن كان زوجها أو أخوها وأبوها أكثر يطلهم. وبكل التاريخ بس 10 نساء دخلت البرلمان. فمن هيك الفكرة يعني حبيت أنه استطلع الموضوع وشوف شو الموضوع شو المشكلة. ست ملاك أنت مخصصة صرتي بمواضيع المرأة، فشو عندك من تونس دكتورة ملاك؟ أصلاً يعني في مقعد ورق، يعني مش أنت خذت الـ first example اللي لما شغل شغلة مقعد مدة 6 أشهر، يعني هل القانون الانتخابي يسمح بهذا ولا مش فهمه؟ أول واحدة كان قبل الحرب الأهلية اللبنانية، كان بالستينات، وكانت بعد يعني القانون الانتخابي بعده جديد. بفتكر صار نوع استفتاء، ما كان في ولا شخص تاني مترشح، هو يعني ولا شخص، اي شخص مترشح فشو بيقولوا انه بدون اي معارضه، ما كان في منافسه، فمشان هيك اشغلت اخذت المقعد لفتره. وبعدين لما اجى وقت الانتخابات تنازلت، ما كانت بدها هي ترجع تترشح مضبوط، بس نهيت الفتره هيك صار. كيف تنازلت؟ هي اصلا ما هو مش ملكها يعني، ما مش بمعنى انه قررت انه ما تترشح يعني. قررت ما تكمل. بس بعد الحرب الاهليه بال 1900 في 1995 بلشوا النساء يترشحوا، بس يترشحوا لمقاعد الرجال اللي بعائلته، فبشكل تلقائي constituents القاعدة الشعبية اللي بدها تنتخب السياسيين إذا كانوا من منطقة معينة أو هن بيتبعوا لعائلة معينة بدهم ينتخبوا الريحاني أو هالعائلة. فإن كانت الرجل مش موجود بس في زوجته أو ابنته، تفكير المرشح المنتخبين انه بدنا هاي العائله، وانه هالامراه بتمثل هالعائله وهالنفس النظام السياسي، فهم مش عم ينتخبوا المراه بحد ذاتها، المراه بحد ذاتها عم ينتخبوا عائله او قوه صحيح. او سلطه. دكتور نعيم تفضل. أستاذ نعيم عطيه أستاذي من الجامعة الأمريكية ما شاء الله زمان كتير. سؤال صغير بذوق خبرتك وكل اللي عملتيه، يعني إلى أي مدى بتظني رح يأثر على نصوص الانتخابات الجديدة اللي نحن هلا عم نعملها؟ لأنه في ناس عم بيطالبوا بكوتا نسائية، وناس عم بيعارضوا الكوتا إنه المرأة هي مثل الرجل نافسوا بده يطلع يطلع ما في زوم الكوتا. إذا عندك أي رأي بالموضوع قد نسمعه. تقلي أنت شو رأيك؟ اسمع رأيك بالكوتا. سؤالين يعني. تفضل. إلى أي مدى كان هالشيء موديل نموذج للبلدان العربية؟ أوكي. هو لأنه إحنا ما حضرنا بقية الفيلم. فينا نشوفه على الكمبيوتر. أنا عندي فكرة أحسن. يغطوا الموضوع. عندي فكرة أحسن إنه هذا ليش عم تبيعيه؟ 10 دولار. انه تشتروه تشوفوا بقية الفيلم على الفيديو. بس في منهم عربي. ضرة النافع. انا برأيي هذا الختام تبع الشريط لازم تشوفوه على الفيديو. لا بس هيك مش مجبورين. لا بالعكس يعني. تجي لك على الاقل عملتي هالجهد. في منهم بالانجليزي وفي منهم بالعربي، فبكون تقرر. اوكي هيك احسن، شوفوا نهاية الفيلم هون بس لما تجوا. بس خلينا نسمع عن الدكتور كمان. بس ناخذ سؤال وبعدين. لا تفضل جيبي تفضل. اوكي. انا بحب اسمع شو رأيك بالكوتا قبل ما نكمل. شو رأيك بالكوتا؟ انت شو رأيك بالكوتا؟ رأيي ما بدك تعطي رأيك؟ طيب انا مثلا انت
هلا كمان عم بيطلبوا عم يشجعوا الناس يسجلوا حتى ينتخبوا وينتخبوا. عندك استعداد؟ اوكي عم تسالني اسئله كثيره. انا عم فيلم ميكر شو بيقولوا بالعربي؟ منتجه. انا منتجه هالفيلم. انا مش مرأة سياسيه وانا عايشه بامريكا مش عايشه بلبنان وحتى مش حامله باسبور بقى لبناني. انا لا احدد الكوتا. اوكي بس بس وتعالي طيب بقية الفيلم اللي ما شفتوه بيحكوا عن موضوع الكوتا. من هذيك السنين من 10 سنين لهلا في المجتمع النسائي عم يحاربوا ويطالبوا بأنه لازم يكون في نساء أكثر بالبرلمان. حتى يصير هالشيء على مستوى عالمي مؤتمر النسائي ببيجينج اللي صار 95 كانت الـ recommendations التوصيات انه يكون 30% من يا اما المرشحين يا اما من المقاعد في البرلمانات حول العالم يكون يعطوا كوتا للنساء، لانه غير هيك بكل البلاد حتى بالبلاد اوروبا المتقدمه واذا بنطلع على اسكندنافيا وامريكا مثل ما قلنا النساء ما عم توصل. في كتير أسباب حتى بالبلدان المتقدمة بالمتحوّدة بنسميها الأوروبية بالغرب. فلما صارت هالفكرة الكوتا وبلشوا البلدان يطبقوا يقبلوا النظام السياسي يقبل بأنه تطبيق كوتا بلشوا يدخلوا النساء. وبعد فترة كوتا هي فكرة مؤقتة، بعد فترة بيصيروا بتعود المجتمع إنه في نساء بالسياسة وبيصيروا بيدخلوا أكتر وبيترشحوا هيك. بس كبداية في عوائق اللي سمعنا عنها بالفيلم. فمشان هيك هلأ مر بالحاضر بلبنان فكرة الكوتا مطلوبة أكتر. هلأ الكوتا في عندها عدة أفكار وعدة طرق. ما بعرف إذا في حدا تونسي، حضرتك من تونس؟ تونس؟ بتونس بعرف في شيء بسموه زيبر صحاب. صحاب معناتها بالاسماء المرشحين بيحطوا رجل امرأة رجل امرأة حتى يكون متعود المنتخب انه يشوف اسماء نساء حتى لما يترشح لما ينتخب. حتى لو منتخبت مرأة بس المهم انه يتعود الشعب انه يشوف اسماء نساء مرشحات. فهي فكرة مطروحة. وفي نزاع بلبنان عن مع الكوتا ضد الكوتا، أي نوع كوتا؟ 10% 20%؟ هل الكوتا هي على المقاعد؟ هل الكوتا هي على اللوائح بالمرشحين وإلى آخره. فأنا ما بأخذ موقف شخصي، ولكن أنا بعتبر أنه أنا أعطيت الفيلم من وجهة نظر المجتمع المدني والحركة النسائية بلبنان، وبشكل عام الحركة النسائية بتطالب بالكوتا. فأنا لأنه من حسب المعلومات عن كيف العالم مشي الكوتا مؤقتة بتساعد تحل المشكلة على المدى القصير. بيتعود الناس على وجود السيدات بالعمل السياسي بالذات. عندي الدكتور عبد الغفار موسى حدا كان غير طالب، والأستاذ محمد بوحفظ لم دق مع الدكتور. أنا سؤال دكتورة أستاذة من مش دكتورة بس معلش بقبل دكتورة كان لازم أستاذي كان أستاذي الدكتور عطية كان يضل يقول لي لازم أعمل دكتورة يضل يقول لي على بيك تترشحي للانتخابات أنا بتحكي شيء أهم من هيك يعني. تفضل. من الريسيرش تبعي وأبحاثي بالنسبة للبنان حاولت تقارني في عندك 10 طول الرواية 10 اللي دخلوا بالبرلمان اللبناني ستات وكلهم هي ستات معروفة بالمجتمع وعائلات أو معهم فلوس في منهم الأسامي اللي ظهر. كيف بتقارني هذا بالبلاد العربية الثانية؟ أوكي. عملتي شوي في مقارنة. البلاد العربية اللي استقبلت الكوتا اللي implemented طبقت الكوتا صار عدد النساء بالبرلمان فيه هي تونس مش هيك، وبفتكر المغرب يمكن الجزائر والأردن والعراق
العراق مش هلا بس بالسنين اللي قبل بعد الحرب. لما طبقوا الكوتا صار عدد النساء 30% او قريب ل 30%. عمره ما كان انا بعرف بالارض بس عمره ما كان 30% من يعني ممكن من اخر مش هلا الحين من فتره ممكن طلع ل 20%. لا انا ما بعرف انه طبق عمره ما طلع لهذه النسبه. اوكي لكن لازم نصحح معلوماتي. اوكي بس انا اللي بعرفه انه هاي البلاد طبقت الكوتا وانه ارتفع عدد النساء. يمكن ماني عارفه كل بلد بالضبط شو هي النسبه. كم بلد عربيه فيها ستات انه يترشح مسموح لهم يترشح؟ هيك ما بعرف. مش برات الخليج بشكل عام. السعوديه ايضا هناك نساء بمجلس الشورى. السعودية السودان المغرب موريتانيا تونس لبنان الجزائر الأردن فلسطين كلها العراق واليمن باليمن. شوفي مش موضوع حق الترشيح، كنت عم بعطيكم مثل بالكويت، مش موضوع حق الترشيح الناس انها تنتخب. يعني هذا جزئين، ما حق الترشيح موجود حتى بالسعودية. ايه هلا مثلا اذا بدنا نرجع على لبنان، انه لبنان القانون ما بيمنع المرأة الاول مسموح للمرأة انها تترشح وتنتخب، وبالنسبة للانتخابات ما في مشكلة بعدد نسبة النساء اللي بتروح بتصوت. التصويت بيصير، مش هاي المشكلة، ولكن مش عم تترشح اولا، وثانيا اذا ترشحت مش عم بكون في اختيار، ففي مشكلة هي على عدة مستويات. شو سألتني بعد غير البلاد العربية؟ مثلا البلد الأكثر اللي عنده أكبر عدد نساء بالبرلمان هو رواندا. رواندا أكثر بلد؟ رواندا أكثر بلد. عقلا هو أنا بس قبل ما يحكي الأستاذ محمد الوافي، الفيلم موجود أونلاين، يعني أنا أول مرة شفته أونلاين، وعبارة يمكن عن لازم ما اقول هلا لون هذا 10 دولارات فيكم تشوفوه اونلاين دولار، بس لا لازم تشتروا الفيديو. المهم بس فيكم تشوفوه اونلاين يعني، وموجود باللينك اللي هو راح بكل الشهر الماضي عن الندوه هاي. يعني اذا بتعملوا كليك على اسم الاستاذ عيتاني حتلاقوا موجود كيف توصلوا للفيلم، يعني اللي حابب تشوفه الويب سايت اسم الفيلم. في ويب سايت، من الويب سايت فيكم. لكن الهدف كان منها الندوه بالحقيقه، مش عرض الفيلم، لانه ممكن واحد يشوفه اونلاين بعشر دقائق بس. يعني الهدف من الفيلم هو النقاش اللي عم بيصير الان مع الاستاذ عيتاني المهم من كل هالنواحي. تفضل استاذ محمد. استاذ عيتاني، انا سؤالي لك، احنا والحاله هذه قاعدين نتكلم على ونتحدث عن المراه في لبنان. السؤال هو انه التجربه الديمقراطيه اللبنانيه نفسها مش على مستوى النساء، على مستوى المجتمع، على مستوى الرجل ذاته معطوبة وفيها مشكل كبير طبعاً. قبل ما نبحث على حقية الرجل، حقية المرأة في الترشح، نتحدث من له حق الترشح إذا ما كان من آل الحريري أو من آل جنبلاط أو من آل حق من حق. أنا من حق أي واحد يترشح، بس خليك كفي. أنا عارف أنه من حق أي واحد يترشح، حق أي واحد يربح في اللوتري مليون مليار دولار، لكن في لبنان هل يعقل أنه في حدا حيحل اليوم محل نبيه بري؟ هل في حدا حياخذ مكان وليد جنبلاط؟ ابنه كمان هذاك اليوم نصب تيمور. يعني بن لنا عفوا، لانه الاخ محمد من المغرب، كيف وضع المراه بالحياه السياسيه بالمغرب؟ بس بكلمه سريعه، كيف وضع السياسه في المغرب؟ لا مش السياسه، بهمنا تحديدا هالجانب، المراه يعني المرأة والرجل يتساويان في قلة الفرصة السياسية في المغرب. عبارة أخرى أن من يحكم في العالم العربي هو ليس البرلمانات، ولا تسأل البرلمانات، ولا يسأل البرلمانيون قبل توليهم فرصة اللجان الفرعية في البرلمانات. سؤال هي أزمة ديمقراطية في الوطن العربي. إحنا الآن عمالنا نهتم بقشور العملية السياسية ولا نسأل على عمق العملية السياسية. هل يغير البرلمان حين توصل المرأة؟ حين إن شاء الله ربي يوصل عزرائيل للبرلمان، وعندك اللي بيحكم مش البرلمان. هذه النقطة الأولى. ثم التقطيرية أو ما يسمى بقطرية الجنس في الوطن العربي. في أمريكا لا نسمع عن جمعيات الأدباء الأمريكيات، لأنه الأدب لا جنس له.
السياسة لا جنس لها. يمكن تطلع لك واحدة زي تاتشر، فورمة زمرة وعقل رجل، وبالتالي ممكن أن تؤثر في السياسة الدولية أكثر مما يمكن أن تؤثر مثلاً يؤثر رجل. إذن أنا أرفض، أنا شخصياً هذا فكرتي لك، لا يجب أن نقطر عملية أن السياسة والأدب هناك نساء وهناك رجال. على العكس من ذلك، إذا كنتن تطالبن بالمساواة مع الرجل فمن الخطأ الدخول في خانة لا والله هذا عشاء للنساء والنساء ست. طيب فوتي مع النسوان، رجال فوت مع وانتي فوتي مع الحريم. طيب احنا بنكرس ثقافة الحريم، عفوا على الإطالة. شكرا. عندي اقتراح لك وللحضور، اذا بدنا نقترح على الاستاذ علي تعمل فيلم جديد، ماذا يكون موضوعه؟ فيلم وثائقي جديد، ماذا يكون موضوعه؟ ما راح نفرج الكمبيوتر، ما راح نفرج الباب. لا لا لا، يعني اذا نقترح حل يعني هالصيغه عم بقولها، لانه فعلا نقطه مهمه. الموضوع ما له علاقه فقط بالمراه، له علاقه بس بالحياه السياسيه. موضوع نقاش يعني اللي طرحته. سؤال مهم بس موضوع نقاش، يعني ممكن ناخذ من عده اراء. هو على فكرة ما بعرف إذا بتستشهدي فيها يكون حتى جيد يعني. فؤاد الشهاب لما كان رئيس في لبنان جاب باسي من فرنسا أصل قبل بريل اسمه، كان هذه بال 61 ليعمل نوع من المؤسسات المدنية والآخرية. فؤاد الشهاب كان بأيامه بدأ يعني شيء اسمه مؤسسات مدنية بلبنان، فعمل قبل بريل هو فرنسي دراسي بحث عن لبنان، طلع فيه بالنتيجة إنه في 200 عائلة بلبنان يتوارثون الحكم من وقت المتصرفية، مش من وقت حتى يعني من 1860، وإنه هالمئتين العائلة هول يعني بشكله على حسب تقديراته 4% من الشعب اللبناني، يعني بمعنى إنه منتفعين منهم مش 200 عائلة. فهيبدو واقع مستمر من 61، نحن لهلا يعني تحكي 60 سنة تقريبا يعني. بشكل عام يعني صحيح، إذا بدك علق على كم شغلة بس، إنه فينا ننظر إلى موضوع من نقطة انتقادية بناءة أو لا. إذا بدنا نقبل إنه فكرة الديمقراطية كفكرة مجردة، إذا نحن مع هاي الفكرة فمن هالمنطلق فينا نبلش نفكر إنه كيف فينا النظام الانتخابي بلبنان موجود، لنقول لنسمي هذا بين هلالين الديمقراطية، لأنه في دستور وفي قانون. المشكلة إنه كيف عم يتطبق. فمن هالناحية فينا نقول إنه خلي النساء تدخل بحرية ويكون كل شيء طبيعي، وإنه المشكلة يعني مثل ما تفضلت كان مضبوط هالأشياء كلها ياتها. لو انتظرنا 100 سنة أو اللي هو ليصير أي مستقل ممكن يدخل النظام السياسي بلبنان مثلاً، هل بعد 100 سنة بعدين نفكر بالنساء؟ هل رح يزيدوا النساء بعد هالوقت؟ ما بفتكر. يعني هاي من نظرة المجتمع المدني والحركة النسائية بلبنان، ما مش هيك التوقعات وحسب الأبحاث اللي قلنا حكينا عنها حول العالم كمان، أنه ما هذا هو الوضع. فليش ما نقول بالاول طب هلا عندنا نظام ديمقراطي بالاسم، بس في دستور وفينا ندخل بالقوانين بحبر على قلم بانتخاب بمجلس النواب الحاضر تحتنا بهبري، اليوم ممكن يروحوا الصبح يفيقوا وينتخبوا ويقرروا انه ايه نحن قبلنا الكوتا ونقبل انه نحط 30% من اللائحات لوائح المرشحات المرشحين نساء مش مقاعد. هاي بتكون بداية، ببلش انه المنتخب اللي راح ينتخب يمكن بعد شهرين او ما بنعرف امتى راح يصير، ويمكن بطلوا هلا بيطلع بيشوف انه في اسماء نساء، ممكن بعد 4 سنين مره ثانيه يرجعوا يصيروا يشوفوا نساء جديده، وفي في نساء بلبنان عم تتحضر لتترشح، في جمعيات نسائية عم تحضر نساء لتتكلم قدام على البلاتفورم مثل ما أنا مش عم بعرف أعمل كيف يطلعوا مصاري، كيف يعملوا إدارة للمعركة وإلى آخره. فلما عم بيصير هالتحضير فيصير نساء مجهزات لأنها تكون كوادر سياسية
فعالة والكوادر موجودة، فبدهم بس دفعة للأمام. فهي فكرة، أنا عم بعطي فكرة المجتمع المدني والحركة النسائية حول العالم ليش بيفكروا ليش مع الكوتا. الفكرة صحيحة أنه ما لازم يكون في تمييز، بس هو لهلأ في تمييز ضد المرأة. فإذا ما نعطى بدك نظام ضد التمييز، نظام ضد التمييز وليس نظام من أجل تكريس التمييز، لأنه الكوتا هي تكريس للتمييز. إذا مؤقتة والكوتا بس 30%، عم نتأمل أنه يصير في 30%. بس قلت لك نقطة وجيهة جدا، أنه إذا بجميع البلدان الديمقراطية، يعني إذا من أمريكا وغيرها، في إجحاف بحق المرأة وبتمثيلها السياسي. فالموضوع لا يحل بس بالديمقراطية، بده يحل بالديمقراطية وبأعطاء حق المرأة المشاركة. أستاذ جبريل حبيب وبعدين الدكتور ماهر، تفضل. أنا بسؤالي في طبعا الموضوع له علاقة بالقوانين المحلية وأيضا بالعقلية اللي ناجي عن الماضي كل العقلية. أنا سؤالي قديش إذا التربية الشعبية لازم يهتم فيها حتى تغير العقلية وبنتيجة تغير القوانين؟ كله مظبوط، كله مظبوط، لأنه بالتربية تبعنا في المدارس ما فيها الحكي، ما فيها الاتجاه، عم بيصير شوي شوي. إذا عم بتسأل عن التربية كيف لازم تهتم فيها؟ عرضت الفيلم بمدرستين بلبنان بثانويتين، بالاي سي وبمدرسه المقاصد. كان يعني التلاميذ مختلفين جدا عن بعضهم، بس وقام بعض المشاهده قاموا بمحادثه واسئله مع التلاميذ عن هل هن بيتوقعوا حالهم، هن عمرهم كانوا يمكن 13 سنه، او بيتوقعوا حالهم بعدين انه يترشحوا او يشوفوا مرأة رئيسه بلد او رئيسه شركة أو بنك أو إلى آخره. وصار الحديث، وهذا من على مستوى التربية فينا نقول بالمدارس في هالنوع التوعية. يعني هل هالشيء موجود؟ يمكن بعد بده كتير، بس الحديث موجود. كل هذا صحيح وما بينفي بعضه، لكن القانون اللي إذا اليوم بيعطي 30 كوتا أو أي نوع من كلمة الكوتا عم بيغيروها، لأن الكلمة في الناس مش عم تحبها. أي نوع بقرار بتغير الوضع مباشرة لما بيعملوا انتخابات بعد شهرين أو ست شهور أو سنة بيكون دغري في تغيير. ففي طريقة إنه نحرك السيستم، نحرك يعني الشغلة كلها بدون ما ننتظر 50 أو 100 سنة وإلى آخره. دكتور ماهر محمد صاني، تفضل. ما كثير مؤمن بقضية الكوتا، لأنه اليوم بيجي بقول أنا اليوم مثلا انتخبت عدة مرات ببيروت، إذا بدي انتخب ست ما في حدا مرشح، طب إذا هني ما رشحوا كيف بدنا ننتخبهم؟ يعني الكوتا هلا بنحكي بالكوتا لو عم يترشحوا النساء وما عم ينتخبوهم بنقول حطوا لهم كوتا لحتى نلزم الناس إنهم يفتشوا على النساء، بس ما عم يترشحوا ما موجودين. ناحية تانية عم نسمع هالمؤسسات المنظمات النسائية ما في إلا بيقولوا لهم انتخبونا بدنا حقوق المرأة. طيب يجربوا يوعوا يقولوا للنساء، يتوجهوا للنساء روحوا انتخبوا نساء، يا نساء اترشحوا. ما حياتي سمعت أنا منظمة نسائية شجعت النساء إنها تترشح أو شجعت النساء تروح تنتخب نساء، ما موجود هالشيء. بدهم يعني اليوم لحتى يصيروا بمجلس النواب النساء أو بالمراكز السياسية بدهم يترشحوا، بدهم يقولوا أنا عارض نفسي
وقال إذا بدنا نعمل كوتا اليوم بكرة وليد جملاط بده يفتش على بنت جملاط أو بنت حدا من يلي أو بنت حمادة بنت كذا لحتى تطلع نايبة، جميل بده يفتش على حدا من حزبه لحتى حدا كان أبوها أو جوزة نايب لحتى يطلعه. بينما لما الجمعيات النسائية بتطالب بتوعي تعمل نشاطات التوعية بدل ما تكون النشاط إنه نقول يا غيرة الدين وينكم ليش ما عم تعطونا ما عم تعملونا نواف، نقول لا لازم نترشح نحن لحتى يصير في عنا تشويس يبادروا هن مش ينتظروا يعني هلا إذا كجزء من هالإفورت نعمل كوتا ما في مشكلة، بس بدون ما يكون في إفورت أساسي نتوجه للنساء بلبنان نقول لهم نزلوا انتخبوا بكثافة وانتخبوا نساء مثل ما بتنتخبوا رجال، بدنا نشجع النساء انه يترشحوا لحد يكون تحت حضور الفيلم. بقية الفيلم يحكي شوي عن الموضوع. خلاص لازم تشتري فيلم استاذ. يعني تعليقا على موضوع الكوتا، هي دائما الحجه ضد الكوتا انه هي مع التمييز وتكرس التمييز، دائما الحجه اللي يعني بيقدموها رجال على اساس انه لو كانوا النساء كفؤات كانوا وصلوا، وهذا مش صحيح. يعني لو تشوف نسبة النساء المتخرجات من الجامعات تقريبا في أغلب الدول العربية هي تفوق نسبة الرجال، نسبة مشاركتهم في المجتمع المدني أكثر من الرجال. يعني من الطبيعي أن تشوف نساء ممثلات في المجالس النيابية، الغريب أنهم مش موجودين. فالقضية مش قضية كفاءة، الكفاءة موجودة، ولكن القضية هي قضية النتوركس والسيستم والأورجنايزيشنز اللي موجودين اللي يمنعوا المرأة من أنها تترشح وتوصل. لماذا قضية يعني الكوتا مهمة؟ منعش القانون الانتخابي في لبنان بالضبط كيف يعني هذا الأحزاب اللي بتقدم قائمات وإلا أشخاص يكونوا قائمات. اثنين سبعة دولار. ولكن مثلا في تونس لما فرضوا الكوتا أجبرت الأحزاب على أنها تبحث عن كفاءات نسائية وتخليها تشارك في العمل السياسي، وتبحث على الكفاءات النسائية مش حتى في القيادات فقط ولكن في القواعد، ويكون في تكوين للنساء للسياسيات في المستقبل. هذا هو المهم. المهم أنه تفرض الكوتا على الأقل في قائمات المترشحين، تفرض على الأحزاب أنها تعمل العمل الإضافي هذا حتى تمنح الفرصة للنساء أنهم يقدموا. في بس تعليق أخير، في حكومة من الحكومات الأخيرة في تونس كانت حكومة أغلبها رجالية، تقريبا وزيرتين فقط، فاحتجوا يعني بالصدفة حتى بالصدفة بالضبط يخلوا. ف يعني اغلب المجتمع المدني والباحث السياسي احتج كيف يعني اثنين من تقريبا 20 يعني لا يمثل مشاركه المراه التونسيه في العمل السياسي شويه يعني. ف حجه رئيس الحكومه كانت ما كان عندي الوقت الكافي. ما عنده الوقت الكافي ما كان عنده الوقت الكافي ان يبحث عن الناس سيدات يكونوا مثلا في الحكومه. هذا يؤكد أنه المشكل في التمثيل السياسي أنه لا تشكل حكومة ولا لم تقدم قائمة انتخابية، أنه كل الناس يجي رئيس القائمة يأخذ أصحابه، الناس اللي يعرفهم اللي دائما هم في السوشيال نتورك بتاعه، عيب أنه يبحث عن أحسن الكفاءات لتقديمها. يعني كلامك دعم للي قالته الأستاذ عيتان، حنا أهمية الكوتا ولو بشكل مؤقت لأنه بتعمل مناخ ثقافي وبيئة جديدة في كل هالدول. تأكيدا لكلامكما الآن، في تجربة عبد الناصر عمل شيء اسمه كوتا 50% للعمال والفلاحين. هذا من بعد ما عملوا الثورة 52، لأنه قبلها كان نصف بالمئة من المصريين هن اللي يمثلوا بما كان يسمى مجلس النواب المصري قبل 52 أيام الملك فاروق. فعمل الصيغة أنه 50% لازم يكونوا المرشحين للعمال والفلاحين. فطلع مجلس الشعب يعني هو مجلس النواب بمصر كل هالفترة من 52 ل 70 حكما نصه مفروض يكون من الطبقات الفقيرة يعني من عمال وفلاحين، وغيرت نمط الحياة كلها في داخل مصر. هاي فهذا اللي طبقوه على عمال وفلاحين لازم يطبق نفسه على حالة المرأة يعني
وإلى فوائد كثيرة. الحجة أنه ما نحتاجوش كوتا للشباب لأنهم وتر يعني. لا أنا المغربي على فكرة سمحي على المغربي الحزب أحزاب الدولة أحزاب السلطة سألوها عن قضية الكوتا وكيف النساء قالوا حاكمين في البيوت وتحكموا وتحكموا هذا أسوأ من الكويتي اللي قال لازم ضل ورا. المهم على فكرة الأخت ملاك عملت شاركت بندوة عن المرأة في المركز كان عندها أحصاءات مهمة جدا برأيي تنفع إذا ما عندك مانع مستقبلا لفكرة فيلم وثائقي عن المرأة بالعالم يعني أنت بأمريكا لأنه ممكن تأخذي حتى نموذج كثير عن مشكلة يعني التمثيل السياسي للمرأة بغض النظر عن البلد اللي هي فيه يعني برأيي عندنا معلومات مهمة ستاخدوا يعني تعمل كونتاكت مع بعض إن شاء الله. حدا عنده أي شيء قبل ما تختم الأستاذ عيتاني هذه الأمسية الطيبة معكم؟ تفضل مرة تانية. سؤال أخير، إحنا هلا في كل الحديث كيف بدنا نصل للبرلمان بدنا نصير نواب في البرلمان، بس أنا سؤالي ما هي فعالية البرلمان في البلاد؟ هذا صار موضوع مختلف بس بالوقت الحاضر البرلمان وعلى بقول لك كيف الانتخابات في بلد بعرفها منيح اذا بدك تسمعيها، لانه في 90% هذول بيكونوا معروفين انه بدهم ينجح، وانا واحد من معارفي اتصلوا فيه قالوا له ترشح بعثوا له فلوس مشان يعمل انتخاب وراء كذا، بعد 6 أسابيع اجى امر انسحب. فهذول 90% من البرلمان بيكون جروب لحاله و10 هذول معارضين، وهالعشرة هم بقوا وقفوا في البرلمان وبصرحوا وبقوموا وكذا، شايف ما لهم فعل، 90% بصوته كل شيء بيمشي. بس زي بمجلس الشورى في السعودية. هل كل بلاد هيك؟ أنا معك. يعني زميلي وببلد تاني شايف بحكي معه مرة بقول أنا ما بسمع أخبار. ليش؟ بيو كان رئيس مجلس الشعب اللي بتقول عنه بمصر، فكان هو رئيس المنطقة هناك، فأجوا ناس من الحكومة هاي فلوس وهي الأسامي وهي هذا هذول اللي هذا بعد 70 لأنه أنا قلت لك لحد سنة 70 فحتى هذول هذا قبل 70 هذول اللي بدهم ينجح شايف، فاسأل نصر يقول لك لشو أسمع أخبار، فما الأخبار معطوطة already صح، بس هل معناها ولا حتى الرجال اللي ما في ولا رجال عم تترشح؟ الرجال ما زالت تترشح بضمن هالنظام الفاشل اذا بدنا نسميه او الغير فعال، ما زالت هناك يعني اشخاص ورجال لا يعني بس حتى الرجال اذا بنشيل النساء الرجال يعني انا فهم شو الموضوع، بس اللي عم بقوله انه هذا ما بيوقف الحاجة إنه الناس ما زالت تدخل الأحزاب السياسية وتدخل في الحياة السياسية بكل أنواعها، والرجال ما يحاولون إذا كانوا كمستقلين ولا كانوا جزء من لائحة طويلة أو من بلوك اتحاد بين الأحزاب المختلفة، ما زالوا رجال على كل أنواعهم، مش كلهم عندهم كفاءات ومش كلهم نضاف ومش كلهم يعني عظيمين. هم ذكور مش رجال. يعني الفكرة هي إنه ليش نتوقع شيء مختلف من النساء إنه يكونوا أحسن وحدة وأزكى وحدة والأهلة، ما نعطيهم نفس الفرصة مثل الكل للكل، هاي اللي هي الفكرة. بس هم عم يترشحوا وعم يدربوهم. ما يترشحوا، عم نشوفهم بلبنان. هاي الحجة مثل ما قالت. بدون شك استاذ عيتاني، بدون شك هي مشاكل متعددة، ما لنا مشكلة واحدة. هي مشكلة ديمقراطية، هي مشكلة حياة سياسية بشكل عام، هي مشكلة غياب حتى من الناحية الثقافية واللي حكي عنها الأستاذ حبيب الأستاذ جبريال مهم، يعني مشكلة التربية بالبيت اللي الأم والبيبي ميزوا الصبي عن البنت وهكذا يعني. مشاكل مركبة، لكن
برأيي اللي عم تعمليه إذا بدي ضيفه على اللي عملته افتراضا ملاك اللي عملوه أشف بعض السيدات في مجالات مختلفة، يعني كله هذا عم بيساهم أنا برأيي بإلقاء الضوء على جانب من هالمشاكل هاي، وهذا ما بيلغي إنه في مشاكل أخرى طبعا. يعني فلو كل واحد فينا يعني اشتغل على حل جانب من المشكلة، يعني خلي الدكتور مارع عم بركز على قضايا مفاهيم الغلط للإسلام وهذا شيء ممتاز يعني، فهذا بحد ذاته بيوصل حتى لمشاركة المرأة لأنه جزء من المفاهيم الغلط عن الإسلام العلاقة بالمرأة، وهكذا في رأيي يعني كله كل هال برأيي هالمحاولات هاي، وأنا معك تماماً إنه واحد ما لازم يستسلم لأنه بينطبق الأمر حتى على الرجال، يعني إذا عم يترشحوا كلهم بمجلس الشيوخ 90% من أعضاء مجلس الشيوخ كل دورة بيرجعوا بيجددوا، يعني بيأتوا إلى عضوية مجلس الشيوخ وبيموتوا هني أعضاء مجلس الشيوخ، فهذا واقع حال حتى بداخل أمريكا يعني، ومن عائلات معروفة بيتوارثوا الحكم وهي وكلينتون وكندي وكله كان عم، فبرأيي هي أزمات عالمية يعني ما حتى خاصة فينا لا بلبنان ولا بس فينا نقول كلينتون ما إجا من عائلة معروفة هلا صار أوباما ما إجا وكرس، وهلا أوباما عم يحكوا بميشيل أوباما تترشح وكأنه كتب علينا إنه يعني الأب والابن وروح القدس عليه يضلوا على طول موجودين في ذاك الكل صار، بس إيش هم نضل على وقت اللي إجوا أو حتى يعني بدون ما أخذ مواقف لأي جهة، بس مثلا حدا نذكر الحريري إجا من مش من باك جراوند معروف، لكن بنى عائلة الأب إجا كان ما بنى عائلة سياسية بعدين، ما أقول لك وين المشكلة يعني مش نفس العائلة بالضرورة أن هي تتوارث يعني عم يخدوا الأسلوب هو ذاته يعني هلا عون حط صهر ولا آخره كل واحد وهكذا مشكلة بالطريقة، وترامب حط كوشنر وكله ماشي في هالطريقة هاي، لكن أنا بدي أشكر إنه بشكركم إنه في رجال اليوم، هاي أحسن شيء إنه إذا كتير رجال كنت خايفة إنه يكون في بس نساء لأنه موضوع عن النساء، فهو لما الرجال بيشتغلوا مع النساء بيتحسن الوضع. عنا على فكرة ندوة يتمنى عليك تحضريها بعد أسبوعين مع الأستاذة في جامعة ميرلاند دكتورة سحر خميس حول دور وسائل التواصل الاجتماعي في موجات التغيير السياسي والاجتماعي في العالم العربي، رؤية نقدية بعد 6 سنوات من اندلاع ثورات ما يسمى بالربيع العربي، موضوع برأيي بيكمل حتى اللي انت عم تعمليه، فبتأمل ان شاء الله بعد اسبوعين نشوفكم معنا. شكرا جزيلا لك، شكرا لك كل التوفيق، والأفلام الفيديو موجودة هون إذا تحبوا تشوفوا بقية الفيلم أو تهدوا لحلقة آخر، شكرا لك.